رحبت لجنة العفو الرئاسي بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني، وأكدت لجنة العفو الرئاسي مشاركتها في الحوار الوطني الذي يتم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعية جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في الحوار الوطني. كما أعلنت لجنة العفو الرئاسي عن قرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التي تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية. من جهته، رحب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بالدعوة الموجهة من الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة في الحوار الوطني. وقال رئيس المجلس إن هذه الدعوة تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.